Buenas noches todos mi gente, bienvenido en la estudio y bienvenido a mis amigos en la estudio. ¿Cómo estás, Rudy? Sí. Discúlpeme, pero por favor, mi español no es muy bueno. Porque mi español no es muy bueno. Sí. Gracias. أحبة المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة من برنامج باب الجار. طبعا مثل ما عودناكم كل يوم يكون موضوع جديد، كل يوم يكون موضوع ساخن. اليوم قررنا انه نوديكم لفد دوله معينه، ممكن فد يوم تروحون تزوروها، راح ندليكم على معالمها، على ثقافتها، انه شلون طلعت، شنو هي المناطق السياحيه مالتها. اليوم راح نحكي على، ما راح اقول لكم شنو الموضوع، راح ارجع لكم مره ثانيه، ابقوا ويانا لان الحياه ويانا احلى. بس اكون انا وياكم ويا الجمهور في اون هوا. إذا أرحب بكم مرة ثانية أحبة المشاهدين، أجمل ترحيب. ومثل ما قلت لكم بالبداية، اليوم راح نوديكم الأجواء غير شكل إلى دولة غير شكل شوية بعيدة منا، اللي هي دولة المكسيك. دولة المكسيك. من يحكي إسباني؟ سي ها؟ سي تحكي إسباني؟ نو. زين، ما حد يحكي إسباني، ما زاني أحكي إسباني، على أساس أحكي إسباني طبعاً. مشاهدينا اليوم راح نروح جولة للمكسيك، لكن من نحكي على الدول اللاتينية شوية، الأمريكا الجنوبية، لازم نحكي شوية على التاريخ مالتهم. بالفعل، صحيح. التاريخ اللي قبل 2000 سنة، قبل 3000 سنة، المكسيك كانت هناك سادة حضارة المايا. حضارة المايا قبل، أكيد كثير من عندكم يعرفون حضارة المايا. المايا حاليا هي دول غواتيمالا وهندوراس وسلفادور وكم ولاية من جنوب المكسيك. كانت هاي المنطقة كلها حضارة المايا تسود هناك. حضارة المايا ازدهرت بشكل كبير جدا ببداية العصر الكلاسيكي، وحتى في عصر الكلاسيكي هو نفسه ازدهرت ازدهار كلش كبير ثقافيا أدبيا. كان عندهم علماء
فلك العدهم علماء الرياضيات. اوكي خلينا نروح نشوف الفيديو ونرجع. نروح نشوف الفيديو ونرجع مرة ثانية. المكسيك هي عبارة عن اتحاد يضم 31 ولاية ومقاطعة فدرالية وحيدة وهي المدينة العاصمة، والاسم الرسمي للمكسيك هو الولايات المكسيكية المتحدة. لفظة المكسيك يقولون هي مشتقة من مكسلي أو ميكسي هتلي، وهو اسم سري الإله الحرب. وأكو فرضية ثانية تقول بأن مكسيكو مشتقة من لفظ منحوت ميزلي تعني القمر، وكسيتلي تعني مركز أو قلب، حتى يصير المعنى مكان بمركز القمر. مساحتها تقريبا 2 مليون كيلومتر مربع، وتعد خامس أكبر بلد بالأمريكتين من حيث المساحة الكلية، وال13 من بين الدول المستقلة بالعالم، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 112 مليون نسمة، مما يخليها بالمرتبة 11 من حيث السكان عالميا. تحتل المكسيك المرتبة الأولى بالأمريكتين والخامسة بالعالم من حيث عدد مواقع التراث العالمي لليونسكو البالغة 31 موقع، وبسنة 2007 كانت العاشرة من حيث عدد الزوار بالعالم ب 21 مليون سائح سنوي. ومدينة مكسيكو سيتي هي الأكثر شعبية عند السياح، وهمنا موقع للعديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل هرم الشمس وهرم القمر. الكاثوليكية الرومانية هي المذهب الرئيسي، يتبعها 82% من السكان، لأن بالمكسيك ثاني أكبر مجتمع كاثوليكي من حيث العدد بالعالم بعد البرازيل. الرياضة الأكثر شعبية بالمكسيك هي كرة القدم، حيث استضافت مكسيكو سيتي دورة الألعاب الأولمبية 19 سنة 1968، وهذا الشيء خلاها أول مدينة بأمريكا اللاتينية. وأيضا استضافت المكسيك كأس العالم مرتين سنة 1970 وسنة 1986، وتحتل أيضا المركز الثاني بمجال مصارعة الثيران بعد إسبانيا، وأكو حلبات تقريبا بكل المدن الكبيرة بالمكسيك. المكسيك مو مشهد من مسلسلات الإجرام والمخدرات، هذا الاعتقاد يخلي كثير من الناس ما يروحون للمكسيك. بالحقيقة هذا الشيء موجود بالمناطق الحدودية ويا الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لكن المناطق البقية آمنة جدا، وخاصة الوجهات السياحية الأكثر شعبية بالمكسيك. هو من اسمها مكسيك يعني مبين عندها كثير من الثقافة، كثير عندها غنى موسيقي، غنى بالأكل، غنى بالعمران، غنى بكل شيء، حتى خلطة ثقافة المايا بالإسبان من راحة وفتحة، خلينا نقول هاي المنطقة كلها اللي هي المكسيك وغواتيمالا، وهذولا اختلطت الأمور حتى الأكل. ما فقدوا الحضارة مالتهم، قاموا يحتفظون عليها. والأكل أهم شيء، الأكل. الله، أنا أحب الأكل عليهم، خاصة الأكل المكسيكي. تاكو سبايسي، أكلهم كله سبايسي. هو ليه أنا أحب أنت يعجبك السبايسي، الأكل مالتهم. فخليني أرجع شوية مشاهدينا إلى حضارة المايا اللي مثل ما قلنا ازدهرت بالفترة الكلاسيكية، وأكيد قبل الكلاسيكية، ولا زالت لي هسه موجودة. يعني ليه هسه من واحد يزور المكسيك ويزور هاي الدول يروح يشوف الحضارات المايا، يشوف هي شاهدة للعيان. طبعا حضارة المايا عندهم الهرم الكبير اللي يسموه، طبعا اللي هو الهرم الأكبر، أكبر من هرم مصر. احنا كنا نعرف انه الهرم العظيم خلينا نقول بمصر هو أكبر هرم، لكن بالمكسيك هو أكبر واحد. اكو بيه ميزة كلش حلوة، قارو هذا الهرم اللي يمكن شوية الأخ راح نشوف صورته على الشاشة. هو طبعا أربع أوجه بسلالم من أربعتهن كانوا قبل من يسوون الأضاحي. الكاهن مالتهم يصعد فوق الهرم ما يقدمون أضاحي خروف وما أعرف إيش، لا أنه كانوا يقدمون بشر. لا أي كانوا يلزمون قبائل أخرى أضعف منهم، يلزموهم يودوهم يصعدوهم فوق. هذول الزرق ينصبغون، اي بالضبط يذبون. اكو عندنا اعتقد صور مال الهرم، اي اذا موجوده نتمنى نشوفها. هو هذا الهرم تشيتشين إيتزا. هذا هرم تشيتشين إيتزا نقدر نشوفه أكثر بوضوح بفيلم أبوكاليبتو لارين. هذا الفيلم من إخراج ميل جيبسون، الداهية ميل جيبسون، همنا يتكلم على حضارة المايا بالتفصيل. إذا تشوفون نصيحة لكم، إذا شفتوا هذا الفيلم يعني راح تفتهمون بالضبط شنو هي حضارة المايا. وريان حتى بالاستوديو عندنا هذا الهرم مسوينا. بالاستوديو ايضا موجود هذا الهرم، موجود. تقدرون تشوفوا اعتقد وراك موجود. شرفنا يا مشير. هذا هو هذاك هو اي هذا هو ده
هو هذا الميزة مالته، أنه الكبرى وهو أكبر بنيان إنساني على وجه الأرض، لأن كلش كبير كلش. الناس إيش على الهرم؟ شلون تصعد على الهرم؟ هو درج، هو بيدرج بس من بداية لي فوق. هاي اللي هاي هذا الدرج اللي خارج، لو أكو درج الخارجي داخل الخارجي. الخارجي يصعدون به العالم، أكو أيضا الداخلي، لكن أكو ميزة همنا كلش حلوة. الهرم بعض الهرم مو أربعة درج، كل جهة بها 91 درج، 91 91 91 آخر درجة راح يتكون 365 اللي هي عدد أيام السنة، اللي عادش قد كانوا واصلين بالفلك وبال. بس أعتقد أنا إذا صعد هذا الدرج راح تضعف، يبي ما انزل يعني، ممكن ينزل وزنك نزول مو طبيعي. لا يضعف، يعني انزل اروح العب. لا يضعف، يا يضعف بثالث درج يوقف. يوقف. لا والله انا انصحك تروح هناك وجرب تصعد ويلا يلا متروح للمكسيك عود تصور فيديو ونزلنا. اذا نرجع هسه لموضوعنا اللي هو المكسيك. المكسيك وريان ما ننسى المكسيك، العمله اللي يتعاملون بها هي البيزو او بيزوس. طبعا بيزو المكسيكيه عمله بدول امريكا اللاتينيه، استعملوها امريكا وسطى أيضا وانتشرت بإسبانيا كثيرة. وبيزو تعني ثقل أو وزن، يعني ثقل أو وزن. هاي بالإسبانية لو لغة المايا أعتقد اللغة الإسبانية، هاي مو لغة، ايه لغة المايا لغة الإسبانية. لغة الإسبانية تعني المكسيك أعتقد أكثرية أكثريتهم يحجون إسباني، هي أكثر من 60 لغة، لكن اللغة السائدة هي الإسبانية، هي الإسبانية مثل ما. وغير هذا العملة المكسيكية البيزو هي العملة، هي العملة الثامنة الأكثر تداولا بالعالم، وأيضا أكثر تداولا بأمريكا اللاتينية. وبيزو واحد يقابل 18 دولار، واحد أمريكي يقابل 18 بيزو مكسيكي. بيزو مكسيكي بس يعني بيزو مو صغير، بيزو من بيزو بيزو. بيزو يعني هلقد ايش بيزو؟ بيزو على وزن جارو، جارو كبير مو صغير. اذا اكو هم من اماكن كلش حلوه بالمكسيك، الواحد اذا يريد يروح يزور المكسيك اكو بها اماكن كلش حلوه جارو، يعني الطبيعه مالتها خلابه الى درجه، عندهم شواطئ بحريه يروحون مليارديرية العالم، حتى مشاهير هوليود يروحون يزورون هاي المناطق. صحيح. يعني الوجهة السياحية مالتهم سنويا تلقيهم هناك، بيها وديان، بيها أنهر، بيها كل شيء مو طبيعية. يعني جبال تلاقي، جبال تلاقي، شواطئ تلاقي، تحول مصري مصري إيه، وهذا قفشة كان. يعني بيها صحاري أكو، وديان تلقى ما شاء الله، ما باقين شيء ما حاطين بمكسيك، كل شيء. وبها رياضات يعني متنوعة اللي بنفس الجبال والمناطق السياحية هاي، فيغوص تحت الماء يعني، وحتى يمثلون أفلام هناك، هواي أفلام هناك. صحيح. هو أكثر شيء، أكثر شيء تعرف شين شنو هو؟ موطن سلمى حايك. إيه. يعني منو ما يحب سلمى حايك؟ ديسبرادو أكيد تعرفون فيلم ديسبرادو، أنطونيو بانديراس وسلمى حايك. هو موطنها الأصل هي مكسيكية. نشوف ديسبرادو مقطع من عدها ونرجع مرة ثانية. كل الوان، كل الوان الحياه، يعني كل الوان الحياه اللي خالقها الله وما يستعملوها، بالبيوت، بلبس، ازياء، مكياج،
يعني بكل شيء. ما أعرف الألوان كل شيء حبون الألوان. شوارعهم ألوان. أكلهم ألوان. متروس ألوان يعني إيه؟ كل شيء. الحيطان مالتهم البيوت. حتى أكو مدينة هناك اسمها غواناخواتو تأسست عام 1554. هاي تأسست على أرض كلها كانت فضة تعدين الفضة. فازدهرت هاي المنطقة وصارت وجهة التجار وهذه صارت زنقينة. فأسسوا عليها هاي المدينة اسمها غواناخواتو كلها ألوان. البيوت العمارات السيارات ما اعرف ايش. والاحلى بيها هاي انه الشوارع مالتها ما يمشون عليها سيارات ما تمشي عليها سيارات كل السيارات كلها جوا الانفاق مسوي المدينه كلها انفاق والسيارات كلها بالانفاق والعالم تمشي بالشوارع فارغه بس المدينه كلها الوان الحيطان الوان العمارات كلها لبسهم كلها الوان هم يحبون الالوان على مدى البس الاحمر وهذا لا ليش يعني ملبسين رصاص اسود شوف يعني أي شخص أنا ابن الناس اليوم من لبست ألوان كل الألوان جمعتها فتحت نفسيتي وأنا من تفتح نفسيتي من أشوف الألوان هاي عدل نفسه شوف هاي الألوان الموجودة طبعا هاي من واحدة من اللوحات مال حضارة المايا كانوا يستخدمون أيضا لوحات هم هاي ماخذيها من المايا ها إنه أكو ربط كلش كبير لأن حضارة المايا كانت تستخدم الألوان كلش وهذه مثل ملابس قارو هم من ألوان أنا كلش ألوان ألواني. وردي اي بس بالنسبه للزبره اللي لابسها انا شو الموضوع حلوه مو حلوه شوف ايش قد حلوه انت طالع زبره اكو من اشهر الافلام طبعا بالمكسيك هو مقطع فيديو اعتقد خلينا نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه saw his face his face no i mean every step he took towards the light just when you thought his face was about to be revealed it wasn't it was as if the lights dimmed just for him they called him a loner I know who you are really you killed drug dealers I killed the woman I loved you ruined my life they called him a miss you've heard stories of that man that carries a guitar case full of weapons find him and kill him I hope you don't think you can take someone like Ucho all by yourself They made the mistake of calling his bluff. Is there something in the guitar case? A guitar? Now, it's time to face the music. Let's play. Desperado, the new film from Antonio Banderas. Antonio Banderas. طبعاً من أحلى الأفلام هو هذا الفيلم اللي أنا مر علي بحياتي كلها هو هذا الفيلم. لا الفيلم زورو. يخبط. ماسكوف زورو. أيضاً أحداث الدور بالمكسيك ها. هم بالمكسيك. زورو وديسبيرادو اثنيناتهم. هاي ديسبيرادو كان على أساس عازف جيتار حسب ما قريت على الموضوع يعني إنه أنطونيو بانديراس خلال 6 شهور علموه عزف الجيتار بس علموه دي عزف الجيتار بالفيلم. واو بس يعني عزف حلو كان. فشي جميل جداً. حتى الجنطة مالته مثل وين الجنطة مالتي هاي هذيك هناك نفسها. عندي مين بس هاي يرمي انت ترمي بدوش كان خلي كان جنطه ما هو اشتهر بهذا الشيء هو اشتهر بهذا طبعا ليه هسه من العالم يشوفوني مثلا لازم هاي الجنطه يقولون بس لا مخلي بيها السلاح يعني ايش قد اشتهر هذا هو اشتهر انا من شفت الفيلم اتذكر كنت يعني كلش صغيره يعني من شفت هالفيلم يعني وليها سباق ببالي كلش حلو من اجمل افلامي اصلا المفضل عندي هو انطونيو بانديراس يعني الممثل يعني احنا حتى المسلسلات المكسيكية وكلش حلو بالنسبة لنا يعني بالتسعينات بال95 هيك بدت المسلسلات المكسيكية مدبلج قام يجي لنا اذكر لي مسلسل مكسيكي واحد أليخاندرو أليخاندرو غوادالوبي غوادالوبي
واحدة كانت أكو هيك أخاف منها أنا. من هي؟ نسيت اسمها. هسه راح أعطيت لك إياهم. حضرت كم واحدة؟ ماري مار. ماري مار. سنة 1994 74 حلقة بطولة تاليا، تاليا الجميلة إيش قد كانت حلوة. طبعًا ليها هسه موجودة تاليا وليها هسه تمثل وتغني. صار أحلى من قبل بيني وبينكم. هذا بيا سنة؟ سنة 94. أنا كنت مولود يا دوب. أنا بعدني. يعني بعدك صغير. أنا بعدني. منو ما يعرف ماريا مرسيدس؟ ماريا مرسيدس باستر فيريزدي دمي فاميليا ميكارجو جو. الله. مادرنو ساباندونو بوركي مي بادري كاماس كومبلو. الله. ماريا مرسيدس. عزفتك شوي. يعني هيك شي كانت. هاي كانت إنتاج سنة 92 تتكون من 85 حلقة وأيضا كانت من بطولة تاليا الجميلة. انت مركز بتالي اليوم كلش ما اعرف ليش. إزميرالدا حبيبتي إزميرالدا إزميرالدا. انتوا كنتوا صغار كلش مالكم علاقه. هاي كانت انتاج سنه 97. هي اصلا كانت كان مسلسل قديم حتى بالسبعين طالع، لكن جددوه سنه 97 مره ثانيه وانتشر بكل العالم. اكو عندنا مقاطع صغيره من مجموعه من هاي المسلسلات، لكن قبل نروح لها اكو بعد مسلسل ثاني لا يمكن يروح من ذاكره احد من الجيل الذهبي. مو انتو الجيل الذهبي، انتو بعدكم كلش صغار. يلا يا كبير. كاساندرا. كاساندرا عام 1993 عرض، لكن عرضوه عام 1996 150 حلقة. لكن الميزة بكاساندرا دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأن الترجم لأكثر من 200 لغة. 200 لغة حول العالم. هذا المسلسل ترجموه وعرضوه. أمي مسمية أختي من وراء المسلسل. صدق؟ صدق. كاساندرا. إيه. بسمة الأيامي شفان وعيونا لعبة الأحلامي جنونا. راح نشوفه سوا ونرجع لكم مرة ثانية. يعني حقيقة رجعتنا الأيام جميلة جدا. أنا كنت أتابع كل هاي المسلسلات، وأنا كانت تعجبني الحقيقة الموسيقى مالتها البداية كلش حلوة. ميوزك مال المكسيكي كلش حلوة. هو الموسيقى المكسيكية حلوة أصلا، يعني يعجبني الجيتار. هو المكسيك كلها حلوة. طبعا أريد أذكر فشيء إنه هذا المسلسل كاساندرا قد ما دي أحشي عليه هو أصلا مو مكسيكي، هاي المعلومة المشاهدين. هو أصلا مسلسل فنزويلي، لكن كان المعروف إنه المسلسلات المكسيكية طلعت بنفس الفترة، لكن لزقت بي كلمة المكسيكي. وفنزويلي يعني. لعلمك فنزويلا أحلى من المكسيكو. أنا من أرد أقول لك إيجي فنزويلا كله ملكات جمال العالم كله من فنزويلا. لا بالعكس المكسيك. فنزويلا طلعت فنزويلا وكولومبيا. المكسيك أحلى. وأنا أشجع نادي كولومبي. أنا أشجع الأكلات المكسيكية. إيه. أجمل شيء الأكلات المكسيكية. خبز التورتيلا. خبزيل. تورتيلا. أكلات المكسيك. ما كل أكلات مكسيكية؟ ما تاتو ما في شيء اسمه هذا مرة كاتز كان سبايسي كلش فبطلت. وهم حاطين فلفل هو. وهم معزوفين معروف. هم معزوفين. هم معروفين بعزف الجيتار مو ريان. أي أكيد. يلا خلينا أعزف لنا فتشي. وصلتي. راح أعزف لكم فتشي. خلي اوكي لعد اكو فيديو اكو واحد عازف. طبعا اكيد انا ما راح اعزف مثله، لكن المكسيك مشهوره جدا بعازفين الجيتار. اكو واحد كلش عجبني دي اعزف جيتار، خلينا نسمعه ونرجع لكم مره ثانيه حتى انا من اعزف واغني.
إذا راح نروح الفاصل الإعلاني ونرجع لكم، لا تبتعدون لأن الحياة ويانا أحلى. Que mata tu ser El castillo La torre yo soy La espada que guarda El caudal Soy el aire que respiro yo Y la luz de la luna En el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar De amor Y cuáles de estos sellos me vas a dar? Oh, quizás tú mi tesoro basta con mirar hoy tuyo será y tuyo será y tuyo será. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Sí, sí, sí. Bravo. Sí. Bravo. Gracias. Muchas gracias, gracias mi Mucho. Gente. Para ti, mi gente, para ti, mi gente, siempre cantaré. Muchas gracias. Ocho mojo. Shukran jazilan. Sí, sí. جهاز مالتي وقع طيب. أنا كلش آسف قبل لا أغني وقع هذا الجهاز فلازم كلش ضروري إنه أخليه. أحتاج مساعدة؟ أوكي. لا هذا هو شكرا. حاط. تمام. إذن مشاهدينا الكرام أتمنى تكون هاي الأغاني قد نالت رضاكم. راح نكمل موضوعنا لهذا اليوم لارين. طبعا مكسيك ايضا عندها عادات وتقاليد. عادات وتقاليد مكسيك من ينطون الهديه شو يسوون؟ انه ما تنطي هديه تكون زرعه. ليش هذا الشيء؟ لان يرمز للموت. يعني اذا تنطين الواحد هديه انت زرعته؟ اي 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 زرعه، اي زرعه من البيت من يعني اي زرعه تاخذها من المحلات. اصلا محلات ما يبيعون هذا الشيء لان يعني هذا ورد. الورد الزرعة بس الزرعة ورد مو يعني قصدش نبات زين زرعة آه هي الزرعة إيه. أي زرعة تأخذ إيه. يعني شجر شجرات السوالف أي ومن تجي لك هدية من أي شخص لازم قبل تفتحها قدام الشخص ما تقول لا ننتظر هذا الشخص يطلع وبعدين أبد قبل يفتحون الهدية قدام الشخص حلوة هاي أي وأيضا الأزهار الحمراء إنه لازم ما تنطيها هم أيضا لأي شخص إن هذا الشيء سلبي
الحمراء الحمراء بالفالنتاين شينطون نزار واخبارنا يمكن سودا ينطون حتى لا بالفالنتاين ينطون الابيض ابيض ابيض اي لانه انه هي ترمز يم المكسيكيين على النهضه النهضة اللي صارت بالبلد فانه بس الابيض الاحمر مستحيل ينطوها ما يستخدمون وايد الاحمر ها صحيح صحيح ولازم ما يتبعون اي بروتوكول يعني من تغلف الهديه يعني من تودي الهديه توديها بلا تغليف بلا اي شيء عادي, عادي. ما عندهم يعني تكلفه ابد يعني. ما عندهم تكلفه لان هي اصلا هديه تكلفه فما ما يخلون الاهالي طبعا انا ما اقدر احكي وايضا من تقعد عندهم عادات الطعام من تقعد بالاكل من تاكل لازم هسه هذا الشيبس اللي دا تاكله لازم ما تاكله كله يعني لازم تراعي آداب وعادات المكسيك حتى تبقي شوية أنا مراعي مبقي لا يعني بعدين لا لا تبقين عليك حلوة أعتقد مو بس بالشيبس لارين مو بكل شيء حتى بالأكل الطعام كله احنا نقول لا لازم ناكل لازم ناكل كمية. احنا نقول لا لازم نخلص الصحن يلا نقوم أي. هم لا لازم يبقى شوي بالصحن ولازم من لازم توصل قبل العزيمة بثلاثين دقيقة ما توصل مستحيل متأخر قبل نص ساعة قبل نص ساعة أنا قبل نص ساعة أروح يقول شو ما مصدق ما شايف صدق صحيح وأيضا مكسيك تتميز بشغلات كلش حلوة خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم الرئيس 34 للمكسيك حكم لمدة ساعة بس وراها تنحى عن الحكم تمثل المكسيك أكبر مصدر للهجرة للولايات المتحدة حوالي 9% من السكان اللي ولدوا بالمكسيك يعيشون هسه بالولايات المتحدة وأيضا تعتبر المكسيك موطن الأكبر عدد من المواطنين الأمريكيين بالخارج ويقدرون بنحو 1,000,000 شخص ماكو لغة رسمية بحكم الدستور بالمكسيك لكن تمتلك المكسيك أكبر عدد من الناطقين بالإسبانية بالعالم حيث تقريبا ثلث الناطقين بالإسبانية بالعالم يعيشون بالمكسيك وأكو بمكسيك 68 لغة أكبر هرم بالعالم موجود بالمكسيك مو بمصر وهو هرم تشولولا وهو أيضا أكبر نصب تم بناء بالعالم وأيضا تحتوي المكسيك على أكبر أسطول من سيارات التاكسي بالعالم حيث تقوم بتسيير حوالي 500,000 تاكسي باليوم الواحد الممثل أنطوني كوين كان أول ممثل من أصل مكسيكي يحصل على جائزة الأوسكار عام 1952 بدوره في فيلم فيفا زاباتا تعتبر المكسيك من أكثر دول العالم سمنة وحصل المكسيكي مانويل أوريبي عام 2006 على لقب أسمن رجل بالعالم حتى خلوا اسمه بسجل جينيس للأرقام القياسية كل سنة سكان مدينة ناكو المكسيكية يسوون مباراة لكرة الطائرة ضد سكان أريزونا الأمريكية على السياج اللي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك تعتبر الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة ثاني أكبر حدود تفصل بين دولتين بالعالم لكن تحتل الحدود الفاصلة بين كندا والولايات المتحدة المركز الأول المكسيك هي على حافة هاوية مثل ما يقولون هم لأن هي بمكان من أكثر مناطق العالم تعرضا للزلازل طبعا ريان تعرف المكسيك تعتبر أكثر دولة في العالم سمنة سمنة الكل المكسيكيين هي الدولة كلها أي مو يحبون الأكل اللي يكون بدهن يعني 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 هسه جارو إذا يروح يعني يستقبلوا عادي جارو تعرف تحكي مكسيكي أو إسباني أني وتشموجو الله دقيقة لا تخلي قيس الآيكيو مالتك مثل البارحة أقول لك هاي بالنسبة للغة دقيقة خلي أعدل المعادلة شوف المعادلة على اسالني قياس القلب يساوي اقول لك ليش ما تسال هاي الاي كيو اوكي اسالها كارو راح اسالك كم سؤال انطيني المعنى مالتها اوكي انا اعطيك المعاني قبل اوكي كومو استاس شلونك والله يا عروس شو اسمك الله زين شلونك قريب علي ايش بيسس بوينوس دياس شنو بوينوس دياس يعني لغاد شوية من تمشي شوية تلقى قريب أوقف لغاد شوية بونس دياس زين أولا أولا مين أولا إيش يقولون يعني يا مرحبا يا مرحبا يعني أولا إيه أولا يعني كلش بعيدة هيجي لا هو مو بعيد يعني أولا عشان هي نقول إحنا ها هي أوه عرفت يا شنو أنت أوكي آخر كلمة بيان فينيدو منو؟ بيان فينيدو بيان ليش؟ بيان فينيدو منو هذا؟
الكلمة بينفينيدا شنو معناها؟ يعني عنده ذنب كبير علي. ممكن ذنب كبير. انت هسه تفكر out of box. يا بوكس هذا هسه انت درجة مالتك اخاف البارحة كانت 10 اليوم راح تصير 5 فلازم تاردور. لازم من البداية تاردور. قدوري دقة بابنا قدوري براد مو؟ اي بس انا اعرف اموري اعرف جاتيا صح. المشاهدين اللغة الإسبانية اللي دا يحكون بها المكسيك هي من اللغات اللاتينية نقدر نعتبرها اللاتينية. طبعا اللغة الإسبانية البرتغالية هذول يعتبرون اللغات اللاتينية. هي أكبر دولة من حيث العالم اللي تحكي اللغة الإسبانية هي المكسيك بعد إسبانيا. صح. هم عندهم 68 لغة رسمية. عندهم 68 لغة رسمية لكن اللغة الإسبانية هي السائدة الأكثر. صحيح. زين. الله. نحكي عن الملابس بما أنه أنت لابسة هيك ملابس كلها ألوان وزرق ورق وما أعرف إيش هاي السوالف. زرق ورق لابس لي إيه يعني مو أنت زرق ورق. أنت لابس لي هاي البطانية. البطانية. أنت نمر. لين شتى. بالشتى الدفء. ملابس هاي الحمار. هاي كراكي شنو؟ هاي اللي يحبون الألوان كل شيء هناك قارب. مو تقول الأحمر مو زين. الأحمر بس بالأزهار. هاي هذا مصارع الثيران. عندهم مصارعات الثيران رياضة كلش مشهورة. يعني هي ثاني أشهر رياضة بال. كرة القدم بعدين يجي. بالضبط مصارعات الثيران. أيه. هنا يقولون أولي. حتى الهدوم مالتهم أي هي هاي أولي. 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 هذا شوف هذا ينزل. هاي واحد شاب حلو بعد الزغرفة اللي خلوها بالجاكيتات ولاي كلش يحبون هاي السوالفة خاصة هاي المنطقة والبالظهر الزغارف كلش هواية عندهم. هم والزغارف مالتهم كلش حلوة. إيه. وعلى كل شيء عندهم هاي الشفقة أحلى شيء هي هاي الشفقة كبيرة هاي شوية أكبر من الشفقة مالتي بس حقيقة من تروحون تزورون المكسيك على فكرة أنا زائر المكسيك ها لا أنا راح المكسيك هواي راح تشوفون من هيك عالم إنه لابس هاي الشفقات الكلش كبيرة عادي إيه هي الثقافة مالتهم هيك مثل هذا بالضبط هاي مثل هاي اللي لابسها أنت كلها ألوان ويشبهك طبعا قارو سوي هيك بس على أضعف وين مسدس قارو سوي هيك أنت سوي هيك غيره غير والله شوفي الألوان أزرق على أحمر على أصفر من تفوت هناك بالشارع تشوف الألوان أشكال هناك مو طبيعية كل الالوان يستخدموا كل وماكو عندهم مثلا هاي التنسيق ما اعرف ايش لا انه من يكون عندك الوان شوف هذول هاي مش شوارب مالتي هاي بالفعل هاي الصوره مالتهم المكسيكيه هيك اصلا هاي الكرنفالات شوف الالوان شوفين الريش والهاي عندهم كرنفالات يمكن طبعا لا تعد ولا تحصى يوميا عندهم كرنفال يوميا اكثر من برا كلش هواي مو مقربين من البرازيل نفس الثقافات تقريبا متقاربه كلش ها شوف الألوان كل شيء هواي على أحمر على أصفر على هاي واحد مين هاي البطانيات اللي لبسوها هي مثل هاي البطانية اللي لابسها النمري بس لا هاي قارب مو بطانية هاي شوف الألوان كل شيء موجود كل الألوان موجودة والحياة مالتهم كلها ألوان هي كل شيء بالفعل يعني أنت أي شخص من يباع على هاي الألوان عينه ترتاح نفسيته حتى بالأكل قارو قلنا بداية الحلقة الأكل مالتهم كله ألوان يعني ماكو فد شيء معين وراح نحكي راح نحكي شوية على الأكل مالتهم شيف أني يعجبني كلش الأكل مالتهم أكو عندهم أكلات جميلة جدا يا أكلة عجبتك أكثر ما أنا أكثر شيء عجبتني البوريتو كلش تعجبني خاصة الأنجس شيبوتلي بوريتو اللي هي تكون كلش كبيرة واسمها بوريتو يسموها على اسم البوريتو باللغة الإسبانية خلينا نقول أو اللهجة المكسيكية اللي بمكسيك مثل حمار صغير منور حبيبي منور حمار مثل اهلا وسهلا حبيبي جيف شغبارك المهم خل اكملها فليش يسموها هيك شيء لان لفت البوريتو بها كل شيء ايش تتخيل بها فاصوليا تمن برغل عدس فاصوليا باللفه خبز لحم دجاج كل شيء صدقني ما راح تصدق لهانه بصل فطر صدقني شيف هاي كل شيء شوف موجود فيها كل شيء يعني وكلش كبيره هي يلفوها بهاي العجينه ويخلون بيها كل المكونات اعتقد عندي فيديو ما ادري اذا جاهز لو لا هاي منشنت بالمكسيك اني وبن خالي اكلنا هذا البوريتو شوفوا
شوف ايش كبره. هاي انت تشبع؟ اي اي هاي واو هاي هذا العروس يا مروني مشاي ما تكل هاي لبسات تاكل هاي لفه واحده يعني اكو ناس ياكلون اكثر من واحده؟ تفضل هم ياكلون. ايش انتم نسوي تحدي اليوم؟ يعني بدي اقول لك يعني هم ليش اسمانهم من انه ياكلوها انا ما قدرت اكمل نصها ما قدرت اكمل يعني قلت لهم جماعه المطعم قطعوا لي اياها لان ما اقدر اكلها كلها وما قدرت يمكن قطعه او قطعتين اكلت وبس. تاكو هاي شنو شيء تقدر تعرفها؟ تاكو تاكو بس على شكل سفينه على شكل سفينه هي مفتوحه دائما ودائما يصير ايتشي يعني مو سفينه هاي هم تاكو مثل الحوض مثل الحوض ببطنه هم نفس الفكره مفتوحة. بس نشيل منها التمر يكون بها لحم او دجاج وخضروات نفس الخضروات والفاصوليا الفاصوليا وين ما تروح موجوده ربهم دي الفاصوليا وهذا يسووها بخبز التورتيلا هذا ناتشوز من ايش اسمه عارفه من الشيبس هذا الدوريتوس لان هواي يستخدمون شيبس الدوريتوس اللي هو هذا الميز هذا زين اليوم نسوي اوتشو موتشو نسوي الساندويتش اللي اكلته هذا هذا الناتشوز كلش طيب يخلوا عليه جبن يوزعوها الشيبس جوا الصحن ويخلوا عليه جبس وما اعرف ايش هاي تعرف يدخل لحم هم بيدخل لحم يدخل تفاصيل زين اليوم نسوي راح نسوي ساندويتش اللي شبرته انت اي اي انا راح اسوي لكم اليوم واحد تحدي تحدي بس مو انا اكله انا جاهز أنا هذا شنو احنا جاهزين انا جاهز لاي تحدي ترى عادي يعني قاعد راح تاكل اليوم هذا مثل الطبق الصيني خلينا نسميها اكو اطباق صينيه الاطباق الصينيه اللي تكون مثل الباستا تكون عجينه رقيقه كلش ملفوفه بها شوف هذا هنا مستعملينه شلون ورق الموز او ورق اكو نوع اوراق يستعملوا الكرفس يسمى يكون احكي لي بهذا التحدي انا عجبني أوكي. هذا الموضوع اليوم راح نسوي ساندويتش اللي انت اكلته بالمكسيك أيه؟ هم كل شيء راح اخلي فيه عندي ثلاث اطباق انا واحد اثنين ثلاثه كل ثلاث اطباق راح احط لهم هذا الساندويتش واشوف منو بعدكم جاهز انا هم جاهز نضيف عليكم الباقيين جاهز بس اريد سبايسي سبايسي لا لا انا يعجبني التحدي اوكي اللي يفوز اللي يفوز شو تريدون عزيمه يوم خميس لا يروح سفره المكسيك خميس على جمعه عزيمه لا مو مكسيك شركه الطيران عندي دوري سفره المكسيك كل واحد تكت ايه كل واحد لا لا فتشي صعب خلي تحدى انا الجمعه تسوي لنا قاعده باربيكيو نقعد يلا هم حلو اوكي اتفقنا بس كله كامل سبايسي سبايسي 100% سبايسي وياهم موجوده لا لا هي مالها لا ما لك بعيده من هاي السوالف رياضيه خلاص هذا اتفقنا يجوز اشاركهم اذا يريدون مساعده ساعدهم ماكو مساعده واحد لازم يخلصه لا قال اصلا ما يريد مساعده يعني اليوم وين تروحون انا ما احتاج مساعده مشكله اذا مشاهدينا هي هاي المكسيك حقيقه دوله جميله جدا بمناطقها بالسياحه مالتها بالاكل مالتها حتى ها على فكره شباب لاحظت فشي كلش مميز بالمكسيك الشوكولات مال العالم الشعب مالته كلش تشبهنا نفس الشيء يعني من تروحين هناك ما يقولون انت غريب صحيح. لان احنا نشبه هاي الامريكا اللاتينيه السمار مالتنا الشكل مالتنا الهيئه الطول والهاي مو انت قارو انت انت همزن ما انت قلت لي اشكال قلت مجرمين ردت اقول لا والله بس الحمد لله لحقت انت تروح لافريقيا ممكن ما راح يميزوك يعني لا اذا يروح لافريقيا يكون هو واحد من افريقيا انا ما راح احكي تدري ليش لانه الزمن طويل حبيبي اليوم عندنا مسابقه انا اي انا افريقيا ما يفرقوني مو احبك والله احبك لا مكان اجنبي والله هو بس يكون واحده بافريقيا هيك شكل شو تريد والله العظيم شكله اجنبي تريد اقيس الاي كيو مالتك هاي تريد تريد اجاوبها بس ما اجاوبها انا جاوب لا ما جاوب انا وياك ما جاوبها انا وياك قلبا وقالبا جاوب لا ما جاوب ليش تحكين علي تدري ليش لانه هي بنيه قاعده بوحدها اقيس الاي كيو مالتها قيس يا معاد ما تلقى اي كيو اصلا بالسالب بيطلع تخيل احكي يعني قابل سالب اثنين طلع عبالك كل الناس مثلك يطلع سالب نجرب. اثنين نجرب لا شكرا بعدين ورا شفت ماكو عدم اكو عدم ثقه بالنفس هنا لا مو عدم قبل ايه يلا لا مو عدم ثقه حالي حالك لا يا حالي يمكن حالي. ان يكون ازيدك درجه ايش تزيدين والله انت سالب اثنين تجيبين خلصت العركه مالتكم لا بعد شويه اذا تحبون تكملون العركه مالتكم بعدين من نخلص البرنامج عود لابست لي شرط مال بيبيته وجايه نقول لكم واحد يفاكم صغار انت يلا اوكي باع الشفقه دبا ما سندريلا انت ليش تغار على الاقل احلى من مالتك مالتي اصلي مكسيكي بس انا محايد ما لي علاقه ايه اوكي انت مكسيكي اصلي انت تحرك تحرك وتقول لي ما لي علاقه انا مكسيكي اصلي مكسيكي
زين، عندنا آراء جايتنا من بغداد عن المكسيك، نشوف منو زار المكسيك، منو ما زار المكسيك، منو يحبها، شنو عندهم معلومات عن المكسيك، ونرجع لكم مرة ثانية. دولة راقية وحلوة ومتابعة هواية مسلسلات من المكسيك، هن مثلا انتصار الحب وماري الشوي، وبعد هواية أسماء يعني بسناسية، هواية مسلسلات متابعة. لكن يعني مثلا تمن وفوقها ببارات فراولة، مشهورة هم العنب أتهم، انتصار الحب، ماري الشوي، وهواية بعد أسماء بس ما أتذكر أسماهم بس بالمسلسلات. مثل مسلسل ماري الشوي، هي اسمها ماري الشوي، مسوات المسلسل على اسمها، حبيبها اسمه اخوان نيجير، انتصار الحب اسمها مايا ماريا، وهو اسمه اخوان نيجير، هم تين نفس الاسم. دولة صف امريكا البحر، عاصمتها بولو، اكلتها المفضلة اندرو، مكسيكانا، هي دولة راقية وحلوة، دولة بقارة أمريكا الجنوبية، عندها حدود ويا أمريكا، وعندها حدود ويا البرازيل، وحدود مشتركة ويا الأرجنتين. أي نعم، بس قليل يعني، مو هواية يعني. مانجو، شو اسمهم، الأكل حار دائما يكون. مكسيك هي دولة أوروبية، يعني على الدولة الأوروبية مشتهرين بالطبلة الستاينبين، مدري السحولة، هاي الرقصة المشهورة بيها. لا قارو، هذا طلع عجبك كلش أوروبية، هذا آخر شيء. أول مرة أسمع إنه مكسيك طلع بأوروبا، يعني بأوروبا قريبة، أوروبا شرقية، شبيه أوروبا الشرقية قريبة منا، أجي على بصف ألمانيا، بصف. زين إحنا لازم نرشد الولد إنه نقول له المكسيك وين يصير. صار نساعد أنا أجي. صار نساعد نقول مكسيك جنوب أمريكا يصير، جنوب أمريكا يعني فوق شمال أمريكا اللاتينية يصير. يعني جواته يزي من كولومبيا، جوا اي جواته صايره البحر الكاريبي كاريبي. اصلا وبعدين تجي امريكا الجنوبيه، بعدين هم يجي يا راجل. مشاهدينا اكو هوايه دي يحكون ودي يتسائلون انه هذا اللي ورايا منو، هاي هاي الصوره، هاي يشبهني مو نسخه زاباتا، يشبهك ترى، وين شاربك، اسمه ايميليانو زاباتا. هذا قائد ثوري كبير جدا بالمكسيك، هو بطل الثوره المكسيكيه ضد الطغيان والديكتاتوريه، ولد عام 1879 واغتيل عام 1919، اسمه ايميليانو زاباتا، بطل ثوري كبير جدا، يحبوه المكسيكيين حب مو طبيعي. طبعا حتى سووا فيلم عليه اسمه حياه زاباتا، بطوله مارلون براندو وانطوني كوين. انطوني كوين بهذا الفيلم اخذ جائزه الاوسكار اللي هي اسمها فيفا دي زاباتا، يعني زاباتا. طبعا من اقواله الشهيره هي سوف اموت عبدا للمبادئ لا عبدا للرجال، اقوال ماثوره يعني المكسيكي كلش قويه. صحيح، ولحد هاليوم اكو مكسيكيين يعني يتعاركون، اي يتعاركون بس على مود يمشون على المبدا مالته، يكون مبدا مالته هو المبدا الاول بالمكسيك. صح، يعني الدوله كلها تمشي عليه، هو سوى اصلاح زراعي ورجع واقي عن الناس اريدك تروح يم الشيف وتشوف هذا التحدي اللي راح نسويه انا وياك. انا اسوي، وتعرف ليش دادز لك هناك؟ لان الاكيو مالتك نازل كلش، بس اعتقد نسبه الى هذا لا زين. يعني مو يعني امتحني مره ثانيه، يلا راح امتحنك هناك بالتحدي. الاكيو مالتي ليش بعد هاي الاكيو، هاي يمكن ما عدا الاكيو. شيف ها حبيبي، ها شيف كما هيتو، شنو هذا؟ هذا دجاج مفروم؟ اي حضرت الصلصه مال التحدي. هذا صلصه شي عسليه، عباره عن فول، فاصوليا، فاصوليا، لوبيا حمراء، لوبيا حمراء، فاصوليا حمراء، وطماطه وفلفل، معدنوس، حار ومعدنوس سبايسي كلش. واو، اي بعد شدنا هنا قارو، سوين جاي شو تسوي؟ جاي دا شوف جدد التحدي مالته وين حيوصل. تحولني ما تحولني، ابلش ما ابلش، تحدي بيناتنا تشي صغير يعني. والله تحدي هو تحولني لو لا وين؟ طبيخ تايم. وليش هسه طبيخ تايم؟ عزال اوكي اوكي. اذا اعزائي المشاهدين نبقى مع فقرة الشيف طبيخ تايم.